من جديد أهلا بكم. البداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها نهاية الأسبوع على ارتفاع جماعي في مؤشراتها بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 6 مليارات جنيه و225 مليونا. كما صعد مؤشر السوق الرئيسي جي إكس 30 بنسبة 18% ليغلق عند مستوى 28,926 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بالنسبة بلغت 1.44% ليغلق عند مستوى 7,243 نقطة. أيضا ارتفع مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بالنسبة بلغت 1.42% ليغلق في النهاية عند مستوى 10,161 نقطة. أما على صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، فقد قفز سهم حق اكتتاب شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة بلغت 22.58% ليغلق عند 11 قرشا، يليه سهم شركة أي كابيتال القابضة بنسبة 19.92% ليغلق عند 94 قرشا. جاء في المركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، وذلك بنسبة بلغت 15.77% ليغلق عند 32 قرشا. فيما تصدر الأسهم الأكثر تراجعا سهم وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بنسبة بلغت 15.82% ليغلق عند 13 جنيها و38 قرشا. من أجل تحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية. أهلا بك معنا أستاذ محمد. أهلا بك يا فندم. في البداية يعني تابعنا أستاذ محمد صعود البورصة المصرية اليوم في ختام تعاملات هذا الأسبوع، دعنا نبدأ من المؤشر الثلاثيني، ما تحليلك لأدائه خلال هذا الأسبوع؟ طبعا مؤشر الثلاثيني كان بيتحرك بشكل إيجابي منذ حوالي 4 شهور بصعود صحي، بصعود يعني قوي جدا، أحجام تداول مرتفعة، بتداول في التصحيحات بتكون أحجام تداول منخفضة وكده يبدأ يرتد تاني. على مدار الأسبوع ده برضو كان فيه صعود وحركة إيجابية خاصة من قطاع البنك، القطاع البنكي وقطاع العقاري. نعم. كان ارتفاع شديد جدا في القطاع، في القطاعين دول بالأخص، وهم التأثير الأكبر على المؤشر. يمكن النهاردة احنا وصلنا لمنطقة 29,000 نقطة، 28,900 وشوية، فطبعا احنا في اتجاهنا لمنطقة 30,000 اعتقد احنا ممكن نشوفها خلال الايام اللي جاية، انما هي دي منطقة المقاومة الرئيسية اللي ممكن نتراجع منها تاني ونشوف المؤشر بيتحرك بحركة عرضية الى حد ما في الفترة اللي احنا فيها دي. يعني بنقول ان احنا تحركات السوق نتيجة ان الاسعار ما زالت منخفضة، ما زالت القطاع العقاري في بوتنشال كبير جدا للاستثمار في الفترة الجاية، ما زالت اسعاره رخيصة عن القيمة الحقيقية فيه، طبعا نتائج اعمال الشركات ايجابية جدا 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 في كل القطاعات بشكل عام، فطبعا ده بتساعد على نمو السوق في الفترة الجاية بشكل كبير. طيب بالنسبة لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي بالفعل صعد بوتيرة أكبر من المؤشر الثلاثيني، ما تقييمك وتوقعاتك لأداء المؤشر السبعيني؟ المؤشر السبعيني تحركاته أقوى وأسرع من المؤشر الثلاثيني، لأن طريقة احتسابه أنه هو متساوي الأوزان ما بينه وما بين الأسهم كلها اللي موجودة فيه. نعم. وبالتالي حركة أي سهم تقدر تأثر بشكل إيجابي على المؤشر، خاصة لما يكون في أحجام تداول وحركة عنيفة، فبتبدأ تتحرك المؤشر بشكل كبير. ميزة المؤشر السبعيني أن الأسهم اللي ما بتتحركش ما بتتراجعش، يعني لما السوق بيطلع هو السوق كله الأسهم القطاع المؤشر كله بيتحرك، والأسهم فيه اللي ما تتحركش ما بتتراجعش، بتفضل واقفة زي ما هي، فبالتالي بتاخد المؤشر لفوق.
طبعا بعد كسر مستوى ال 7000 نقطه المجال مفتوح قدام المؤشر دوت ان هو يطلع يجيب ارقام قياسيه جديده اكتر من اللي هو بيجيبها النهارده. احنا النهارده 7240 او 43. الاسهم اللي موجوده في القطاع اسهم جيده جدا، اسهم فيها حركه عنيفه، بتمتاز اكتر لطابع الافراد بيحبوا التداول على القطاع على المؤشر السبعيني بشكل اكبر. نعم. بيبقى فيه طبعا السيوله متواجده، السيوله موجوده فبتساعد المؤشر على الصعود بشكل كبير. طيب فيما يختص بقطاع الأدوية والأغذية، يعني في الآونة الأخيرة لاحظنا أن هذه الأسهم في صعود مستمر، ما أسباب ذلك من وجهة نظرك أستاذ محمد؟ شركات الأدوية طبعا هو قطاع مطلوب بشكل كبير جدا، توقعات بارتفاع أسعار الأدوية في الفترة اللي جاية هتعلي من فرص ارتفاع نتائج الأرباح، نتائج الأعمال عندهم والأرباح أكتر مما كانت عليه. فده يمكن مساعد بشكل أكبر القطاع دوت على التحرك في الفترة دي، خاصة أن في مستثمرين كتيرة جدا من بره مصر بيركزوا على القطاع ده، وفي عروض متقدمة على القطاع ده بشكل عام سواء أسهم في البورصة أو لأ. فده طبعا لما نشوف شركة بتتباع أو شركة بتتم عليها عرض على استحواذ عليها بيعاد تقييم الاسهم كلها اللي موجوده في السوق وفقا والسعر اللي ايه بيتباع بيه الشركه او المعروض عليه. فبالتالي بنجد ان القطاع العقاري مازال، سوري اسف، قطاع الادويه مازال متراجع جدا، وهو طبعا كمان في البورصه هو من القطاع اللي هو بنقول عليه القطاع القوي اللي هو ما بينزلش، او هو القطاع الدفاعي. نعم. يعني احنا دايما الاسهم الدفاعيه بتبقى القطاع العقاري، فدايما بتلاقي فيه سيوله مع ارتفاعات ايه السوق، وفي ساعه التراجعات بتلاقيه ثابت ما بيتراجعش. طيب جئت أكتر. نعم استاذ محمد، جئت على ذكر القطاع العقاري بشكل عارض يعني، ولكن بشكل مفصل قطاع العقارات حقق بالفعل قفزه كبيره مؤخرا بعد الانباء عن مشروع راس الحكمه، وانباء ايضا عن مشاركه شركه اعمار وطلعت مصطفى في هذا المشروع. ما تقييمك لاداء هذا القطاع في ظل المخاوف من الركود، لا سيما ايضا مع زياده اسعار مواد البناء؟ القطاع العقاري يعني هو يمكن هو القطاع اللي ما تحركش السنه اللي فاتت، او تحركاته كانت على سهم واحد اللي هو طلعت مصطفى اللي كان اتحرك بشكل عنيف جدا، بقيه الاسهم ما كانتش اتحركت نهائي. بدانا نشوف التحركات مع بدايه السنه دي. طبعا مشروع راس الحكمه لما يتم الاعلان عنه بشكل تفصيلي اكبر هنكتشف ان الشركات اللي داخله فيه يعني مشروع كبير وضخم جدا، هيكون فيه عمليات يعني توسعات كبيره جدا للشركات اللي هي متراجعه في البورصه ان هي تساهم في المشروع زي دوت. نتائج اعمال الشركات دي اصلا بقت مرتفعه جدا في خلال السنوات الماضيه، المبيعات اللي بيحققوها خلال السنه اللي فاتت وخلال الايام اللي احنا بنشوفها دي في اي لونش بيعملوه، المبيعات مرتفعه بيحققوا ارقام قياسيه من المبيعات اللي موجوده النهارده. فطبعا ده بيؤكد على ان القطاع ده لسه فيه قوه. حته ان هو يكون فيه ركود في القطاع العقاري، ما اعتقدش ان هيكون فيه ركود من عند المستثمر اللي بيشتري، لان الشركات معظم الشركات اللي في البورصه مستهدفه فئه معينه، او الشركات الكبيره اللي بنتكلم عليها هي بتستهدف فئه معينه ما عندهاش المعاناه اللي موجوده عند بقيه الشعب. فبالتالي حركه الشراء من الفئه دي على العقارات ما زالت موجوده، بالاضافه الى التسهيلات الائتمانيه الممنوحه من البنوك وشركات التمويل العقاري بتساعد تضخ السيوله جامده في القطاع ده. نيجي للشركات نفسها، هل الشركات قادره على ان هي تسلم او ما تسلمش او تستمر في البناء وتسليم بالرغم من ارتفاعات اسعار البناء اعتقد ان الشركات اللي بنتكلم عنها اللي هي قياديه في القطاع العقاري هتستطيع وعندها السيوله الكافيه انها تقدر تغطي ده، وعندها المرونه انها ترفع الاسعار بتاعتها، خاصه انها لسه ما رفعتش الاسعار برضو. يعني اعتقد ان هو في خلال الربع الثاني والثالث هنشوف اسعار بيع للقطاعات للشقق والوحدات العقاريه هتكون اعلى من ما كانت عليه. من القاهرة كنت معنا الأستاذ محمد حسن العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، شكرا جزيلا لك.